الله مساك الله بالخير. هلا وغلا يا هلا. حقيقة احنا سعداء ان التقيناك في مكان جميل وانسان حقيقة نفرح ان نلقى مثل هالوجيهة الكريمة. الله يبارك فيك يا ابو ثابت. عشان نستفيد من خدماتهم وننفع به المتابعين. انت ما شاء الله, الله من المربين الأغنام اللي عاشر الأغنام مدة طويلة. الله يجزاه خير. طيب ابو عبد الله سؤال. تفضل. وش الفرق بين انت طلعت غنمك للبر وطلعته بالمزارع, وش الفرق اللي لاحظته بين طلعته للبر وطلعته وتسريحه بالمزارع؟ طال عمرك الحلال افضل شيء له البر, هو يبعد عنك الامراض وياخذ الحلال ياخذ وقت بالسرحه يسرح, وخاصه العام هذا الحمد لله الله فضل علينا بامطار وارزاق والربيع, وان شاء الله الحلال هالسنه طيب ويبي ان شاء الله يبعد عنه الامراض. اما المزرعه مكان ثابت ما يتحرك كثير يعني مكانه معروف, وهذا يسبب له امراض ويسبب له مشاكل يعني تتعب فيها انت. طيب بالنسبه للماء المالح او الملوح اي الافضل للاغنام؟ والله هو الافضل انه يكون في ملوحه شوي, لانه الاملاح الحلال يحتاج جسم للاملاح, فاذا كان في ملوحه ما يضر يعني ما يمنع انك تعطيها الغنم. لا انا بعض الاحيان احط مع الشعير املاح, احط ملح, اجيب الملح او في الواح الالواح هذه نحط له اياها بعد, يعني بالعكس هذا يعطيها قوه للحلال. حلال. نعم. المده الطويله اللي قضيتها مع الغنم شرحها وتربيتها, هل مثل واجهت في موسم من المواسم امطار قويه مثل الاغنام نفقت في مثل نعم 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 نعم. انا في عام 22 على ما اعتقد سرحت بمحزم وجاء مطر امطار قويه جدا ونفق عندي واجد نفق الحلال, ما قدر يمشي من الارض كله قاعد بالارض مسكته الارض من الطين والمياه, والحمد لله على كل حال. يعني ترى انه مثل السرح او الرعي بوقت الامطار انه هذا من الاعمال الخاطئه؟ نعم المربين الاغنام. لا والمكان المفروض المربي يشوف مكان مرتفع لا يكون يحط حلاله من منخفض, المكان المرتفع هو اللي يفيد يعني ما يبعد عنه الاخطار شوي. الافوميك مو بالاثم بالابره, افوميك ممتاز, افوميك امريكي ممتاز, هذا يعطى تحت الجلد زين, يعطى تحت الجلد افوميك 2 سم يعني كل تقريبا, وعنده مناعه يعني عدم اكل لحم الذبيحه اللي بعد تقريبا 28 يوم, هذا يعطى للديدان مقوي مناعه قويه عن الديدان. الاغنام الوالده هل انت مثل هو الافيد ان مثل مواليده يسرح معه؟ والله على هوى الطبيعة, إن كان عندك ربيع وجو دافي وعندك لا الغنم تسرح وفي ربيع بالأرض مثل السنة إن شاء الله الأفضل يكون مع أمه. لو كان صغار ولو كان يعني أقل شيء عمره 10 أيام. 10 أيام. نعم لو 10 أيام ممتاز. ما يتأثر من البرد؟ على هوى الجو, إذا كان ربيع يعني وقت ربيع يعني إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة يتفى الجو شوي غير اليوم الحين, إحنا وقت برد الحين. وعنده ولادات وطلع مع امهاته المفاطيم ممتاز احسن ما يقعد بالشبكه. طيب بالنسبه للمربي هل افضل له انه يستورد الماء على حسابه او انه يشري وايد؟ والله الوايد افضل للوايد. في توفير؟ توفير اكيد توفير, لان ما يكلف الا غير ما على ما قال العامل ويروح ويجي ما ادري, بس اما دائما 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 دفع دراهم للترويه صعب فيه صعب يعني. إلا غير كان أنت تربي لمدة سنة تقول والله ما حط وايت, أما طال عمرك أنك أنت حياتك بالحلال لازمك وايت, وهذا من أساسيات الحلال الوايت والراويات, يكون عندك راوية احتياط يمكن يخرب الوايت عندك, يعني تكون عندك راوية ما تعطل. بالنسبة للسرح في أرض تكون الأرض مستوية أو تكون فيها يعني نوع من الحجارة هل يأثر على الغنم؟ شوف النعيم ما يأثر به, النعيم ما يأثر به يعني يحب تكون أرض فيها حصى النعيم, خاصة النعيم. أنا هذا اللي عندي نعيم, أنا ما عندي ثاني والله لا نجدي ولا حري. أما النجدي والحري والله ما أدري عنها,
أما لكن النعيم يفضل بأرض إن فيها حصى، الأرض تسرح به. النبات يختلف، النبات يختلف أنواع النبات بين الحصى والحلال. النعيم يستانس على الأرض اللي فيها حصى. بالنسبة للحل الطيب، كم يقرع من وحدة اليوم؟ والله اللي كان يعني الفحل الطيب يعني ما يتعدى الخمسة أشياء، يقرع خمس أشياء لأنه مو من نطة واحدة يقرع، يقعد عدة مرات حتى ما هي تأخذ في حالة ما أخذتها يظل يلاحق الفحل، لما ينتهي يقرعها نهائيا، فبتجي مرة ومرتين وثلاثة ينط عليها الفحل، فيمكن بالحدود خمسة، خمس ما يتعدى الخمسة يعني يوميا إذا كان فحل طيب. طيب عبد الله، سبحان الله، كيف يعرف الفحل إن هذه مثل دافع مضرع ما يقرعها؟ ما هنا طال عمرك سبحان الله خلقت من الله، إنه الشاة عندما تعطى تبث ريحة يلحق الفحل، تلقى 100 شاة عندك، تلقى الشاة هذه سبحان الله هو الوحيد اللي لحق الفحل، ما يلحق غيرها، لأنه سبحان الله هي الله يعني سخره إنه تبث ريحة من الرحم، هالفحل ينتشر الريحة هذه يلحق لما يلقحها. أقرعات خلاص سبحان الله ما يقرب عليها، طول ما هي حامل ما يقرب عليها سبحان الله، غير خلقة الإنسان، الإنسان طبيعته غير والحيوان طبيعته غير. لا بس أنا صار عندي مكاسرة رؤوس بين فحول مع بعضها، يعني تسمع الضرب والصبخ وتكسير قرون علشان شات، تلقى كل واحد يبي يقرع قبل الثاني، هذا اللي حصل هذه تحصل. وعبد الله الآن يحاول مثل عنده يحاول يجدد واية السيارة، واية الغرب، فعنده واية الآن مع عارضه للبيع، واية ودي بكام أبو عبد الله؟ عطنا مع مواصفاته. موديل حصنية، هو موديل 69، يعبرك إذا واحد عنده حلال، أنا عندي حلال زيود فما يكفيني الحصنية، فاللي عنده مثلا 100 راس 150 راس يعني يعبره ذا شغال ما عليه أبد. موديل كم قلنا؟ موديل 69. استمارته زينة؟ استمارته مطوفة سنة. تفحص شيء؟ والله استمارته مطوفة سنة، أنا أبيعه هالواد شغال بس. كم يسام؟ سين طال عمره 18500. 18500. نعم. طبعاً ماكينة غير كامل ما عليه، نظيف. طب كفرات كله كامل. وايته كمان مع يعني وسط ما عليه يعني يجي يشوف. سام الآن 18500. سام 18500 والرجال مو بعيد عن البيع. الله يحييك، سعدنا فيك وحظنا من وقتك وجوده الجميل. الله يسلمك، فرصة سعيدة حصلناك وحنا أكثر صدفة، ودائما انت ما شاء الله تعطينا المعلومات. الله يجزاك خير يا ابو ثاني، تخدم الناس وانت والله بعد ما قصت الناس من الخبرة الطويلة اللي عشرتها بالحلال، فانت مالك الا الاجر من الناس. الله يسلمك، جزاك خير، فرصة سعيدة يا ابو ثامر، وانت على ما قال شجعتنا على هذا اللقاء، الله يجزاك خير، والسلام عليكم.